الدنيا حر، الدنيا حر بزيادة، ومحبي الشتاء عاملين مظاهرة تقريبا على السوشيال ميديا لمحبي الصيف، وقاعدين يقولوا لهم بس ده مش صيف يا جماعة، ده مش صيف أبدا، ده يعني شيء فائق كل شيء، ده حر مع سبق الإصرار والتعب والملل وكل الحاجات اللي مش لطيفة أبدا، فده مش حر أبدا، مش هو ده الصيف. الصيف المعتدل الجميل بعيدا عن البرد الأصيل ده هو الصيف، لكن اللي احنا فيه ده مش صيف، معرفش هو يصنف ايه بس هو مش صيف. المؤسف ان الحر لسه هيزيد، او ان مش هنكتفي بهذا القدر من الحر، لا لسه القادم أصعب للأسف، وده حول العالم مش بس عندنا، ويهمنا احنا في مصر والدول العربية أخبارنا ايه. وخاصة ليلة امبارح كان دايما مصر، القاهرة، السواحل، حتى في الساحل الناس بيقولوا ان درجة الحرارة صعبة جدا ورطوبة وقاعدين في تكييف، بس احنا على غير العادة مصر كلها بالليل برودة، يعني ليل، لكن ان الليل يبقى فيه درجة الحرارة كده، هم بيقولوا ان هي كانت 40، بعتقد انها اكتر من كده، او الحاجات بقى اللي بتكبس على النفس، الرطوبة بتخليها أكتر من كده. هو السؤال بقى متى ستنكسر هذه الموجة الصعبة جدا، هي موجة حارة صعبة جدا. دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ودايما حضرتك حضرانا ومعانا، احنا عايزين حضرتك تبقي موجودة والجو حلو، مش موجودة واحنا بنسألك عن الحر متى سينتهي. صباح الفل. اهلا بيكي استاذه سهير، واهلا بكل الساده المشاهدين. احنا طبعا تحت امركم دايما. احنا بالفعل خلال هذه الايام بنشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، كلنا حاسين بيه. احنا بيأثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده من اهم حاجه بيعملها انه بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي هو حابس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فمزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير. كمان معظم الكتل الهوائية على سطح الأرض جاية من على البحر المتوسط مع امتداد منخفض الهند الموسمي، فبتزود نسب الرطوبة محملة طبعا بكمية كبيرة من بخار المية، فنسب الرطوبة مرتفعة. فإحنا عندنا ارتفاع في نسب الرطوبة وارتفاع في قيم درجات الحرارة. متى ستنتهي؟ طيب احنا يمكن احنا الايام دي تحديدا اليوم وبكره ان شاء الله ده ذروه الارتفاعات، يعني العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه، لكن على مدار هذا الاسبوع كله مكملين في ارتفاع في درجات الحراره، يمكن كمان لمنتصف الاسبوع اللي جاي مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره، لكن هيكون اقل حده من النهارده او بكره، لان احنا مع نهايه الاسبوع هتكون 36 درجه مئويه، لكن طبعا احساسنا بيها هيظل شديد الحراره رطب، لان فيه ارتفاع في نسب الرطوبه، فلسه مكملين في ارتفاع في درجات الحراره لكن بصوره اقل من اللي احنا بداناها مع بدايه هذا الاسبوع، فلسه للاسف مكملين في موجه ارتفاع في درجات الحراره حتى منتصف الاسبوع. يعني احنا نقدر نقول انه من يوم الاثنين اللي هو زي النهارده هتبتدي الدنيا تبقى الطف وارحم بينا، ولا مظبوط؟ هي يعني هو احنا بنقول على الاقل، لان ما كملتش بعد يوم الاثنين، احنا بنقول على الاقل مكمله معانا لحد يوم الاثنين. هي طبعا الموجه دي مطوله جدا، يمكن احنا دايما متعودين في الصيف ان يحصل مثلا موجه ارتفاع في درجات الحراره ثلاث اربع ايام وتنكسر، ومره اخرى يحصل موجه. ايوه عشان ناخد نفسنا معاني. بس ده كده على طول يعني ضرب عنيف طول الوقت كده، استراحه، عايزين استراحه محارب. يلا يعني هي مكمله معانا للاسف، وخاصه كمان مع ارتفاع نسب الرطوبه. يعني يمكن احنا الموجه دي بتشمل دول المغرب العربي، بتشمل كمان البلاد العربيه الموجوده زي الكويت والعراق، اغلب المناطق دي تعرض لموجه ارتفاع في درجات الحراره اعلى من المعدلات بشكل كبير، لكن الحمد لله احنا برحمه ربنا بينا ان قيم درجات الحراره في جمهوريه مصر العربيه اقل بشكل كبير، لان احنا الكتل دي لما بتمر على البحر المتوسط بيحصل فيها تعديل. طبعا درجات الحراره اللي احنا بنقولها الليل دايما في مصر معروف ان الليل بيبقى حلو، الجو بيبقى حلو، ممكن يبقى بالنهار صعب بس بالليل حلو، هل هيفضل برضو الليل زي النهار صعب؟ هو الليل في بعض الايام هيكون صعب لما بيكون فيه هدوء في سرعات الرياح،
يعني الايام اللي بيبقى فيها الرياح ما فيش رياح خالص بتحس بنسب الرطوبه العاليه، فبالتالي هنحس بالخنقه يعني احنا عندنا اجازه طويله الناس عايزه تستمتع بيها، في اجازه خميس وحد، فالاجازه الطويله دي الليل فيها في سرعه رياح هيهد الدنيا، ولا مستمر بقى مستمر من غير اي لطف ولا تلطيف؟ هو تحديدا في الاجازه مش هيكون في نشاط للرياح غير على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه الغربيه، ويمكن المناطق دي تعتبر اقل درجات حراره في الجمهوريه كلها، لان متوسط درجات الحراره فيها ما بين 32 33 درجه مئويه، المحسوسه اعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاثه بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، لكن المناطق دي بتكون اقل درجات حراره فتره النهار وفتره الليل، اجواء عليها فترات الليل معتدله جدا مع وجود نشاط للرياح على المناطق الساحليه يقلل احساسنا بنسب بالرطوبه، فنقدر نستمتع بالاجواء في سواحلنا المطله على البحر المتوسط بشكل كبير، ويمكن كمان سواحلنا المطله على البحر الاحمر، لكن هو احنا نقدر نستمتع بالاجواء بس باخذ احتياطات معينه، يعني احنا لو خدنا احتياطاتنا بالشكل الكبير مش هتاثر علينا الموجه بشكل كبير، واهمها تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 3 4 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فمهم جدا لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع بلاش اقف تحت اشعه الشمس المباشره فتره طويله، يعني بلاش اقف بالساعه وبعدين تحت اشعه الشمس. بنشكرك دكتوره منار دايما كل الشكر وكل الامتنان لمجهودكم.